مساء الخير، كيف حالك؟ أتمنى أنك بخير وعافية. أبي أقول لك يا دلال أنك أطيب إنسانة مرت علي. كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت طيبة إن شاء الله ومرتاحة ومستانسة. أبيك بخير ومرتاحة دايم، ما أبي أي شيء يضايقك بعد اليوم. خلاص أبي تستقر حالتك النفسية والعقلية والجسمية ومن جميع النواحي. اليوم يوم ميلادك، أبيك تفرحين، أبيك تفرحين فرح حقيقي مو أي فرح، يعني فهمت علي؟ وأتمنى يكون كل يومك يوم ميلاد وفرح وراحة ومستانسة. وقطي همك، خلاص انسي همك، همومك كلها ارميها على جنب، توكلي على الله واحسن الظن فالله وكل امورك راح تتعدل وتنسين كل شي يعورك بعدين. خلاص كل شي مكتوب عليك ارضي فيه بالواقع، يعني قولي الحمد لله والله يختبرك في كل شي يعورك. فهمت علي؟ أبيك بخير وأبيك تاكلين عدل وتستنسين وتاخذين عزلة إذا أنت تبين.